اسمي اسماعيل مناسترلي، من سوريا، عمري 22 سنة، ساكن بالشام. عندي نحن بالعيلة خمسة، عندي أخت أكبر مني بسنة اسمها نور، وأخ أصغر مني بأربع سنين اسمه عمار، وعندي أخي الصغير كتير بتفق معه، وعندي أمي كمان الله يخلي لي إياها، يعني كتير بحبها، وأنا وياها نفس الفكر يعني. أختي الكبيرة شوي بتناقر معها وهيك. هلأ بالبداية يعني كانت الوالدة كتير تشجعني بالغناء، إنه غني دائماً وتدرب، وبصراحة هن كتير تعبوا معي يعني، لأنه يعني كتير هيئوا لي الظروف الوالدة والوالد. الوالد بالبداية ما كان مقتنع، بس لبعدين بعد السمع وشافني عم بشتغل وماشي بالموضوع بشكل جدي يعني اقتنع وحب الفكرة يعني، واثنيناتهم شجعوني كتير وبتشكرهم على هذا الشيء. بعد صرت يعني تقريبا بعد اللي كبرت وبلشت بعد دورات الشبيبة 12 سنة 13 سنة ما بقى غنيت، وسحبتني للرياضة فترة والدراسة وهيك، ضليت يعني قاطع الموضوع لحتى صار عمري 22 سنة. بعد رجعت غني، صرت غني يعني. والدتي كانت كثير تشجعني وانا صغير، وانا صغير دخلونا بدورات موسيقى، وبالإضافة وانا صغير كثير شاركت بدورات شبيبة ودورات قطرية، حتى اخذت انا الاول بالقطر، كان عمري 12 سنة بالشبيبة، اخذت الاول بالقطر على طلاب الشبيبة بالغناء. انا بتمنى انه العالم يعني ما يفكروا انه انا شايف حالي او شيء، لا، انا بقعد مع كل الشباب والصبايا وكلهم زراف وحبابين باي شيء بحياتي بعمله، يعني شو ما كان يكون اتكل فيه على الله، اذا كانت ايجابيه ولا سلبيه بحاول دائما يكون اتكالي على الله، بقول يا رب.